عضو من مجموعة زوران الصحراء اللي هي مجموعة شبابية تتغنى بألوان البلوز ديزيرت. يعني هذا بلوز ديزيرت جاتنا من فرقة اختارينا هذا اللون اللي كانت فرقة كبيرة كتغنيه، يعني فرقة تيناريوين كبيرة معروفة عالميا، واختارينا هذا اللون حيت كما كتشوفوا لباس مختلف وأعضاء مجموعة أعراق مختلفة. يعني كون هذه المجموعة لتأسيس مجموعة، يعني بغينا نمثلوا واحد الاحترام وواحد بلي الثقافة ديالنا ما كاينش فرق بيناتنا. وكانت سهرة ممتعة ومزيانة بزاف، كاين تجاوب مع الجمهور، كان الجمهور بكثافة، يعني كان واحد التفاعل مزيان وفرحنا بزاف بتواجدنا معكم في هذا فيستيفال يناير. وان شاء الله الجديد كاين الجديد ان شاء الله، يعني الله سجلنا واحد الالبوم ديجا في الرباط ان شاء الله قريب يخرج، ان شاء الله تكون شي حاجه مزيانه ان شاء الله. وبالنسبه للمشاركات، يعني شاركنا في مهرجانات عديده في داخل الوطن طبعا، وان شاء الله كاينه خرجات الى اوروبا ان شاء الله في الصيف ان شاء الله.